من الأخطاء الشائعة والمفاهيم المغلوطة اللي أحياناً الأمهات برضو بتبقى عندها إنه الطفل مش بيكبر كفاية، أو إنه الطفل وزنه قليل أو شكله صغير على سنه، وتلاقي مثلاً هي بتقارن ما بينه وما بين أقرانه مثلاً أو ابن قريبتها أو ابن أختها، فتقول لك إن هو ما بيكبرش كفاية، وتضطر إن هي تدخله رضعة صناعية أو كذا رضعة صناعية أو يعني مكملات غذائية أخرى غير اللبن الطبيعي في أول 6 شهور. اللي يحكم على إنه الطفل ده بياخد كفايته من لبن الأم ولا لأ هو الزيادة، معدل الزيادة في وزن الطفل، ومعدل الزيادة ده بيكون ليه حد أدنى وحد أقصى، بمعنى إنه مش لازم كل الأطفال تبقى بتزيد بنفس المعدل، لكن مادام هي في المعدل الطبيعي لسن الطفل ده فده هو اللي يحكم على إذا كان الطفل ده طبيعي ولا لأ. الحاجة التانية اللي بتحكمنا كمان هي معدل إدرار البول، بيبقى من حوالي 5 إلى 6 مرات في اليوم، ده الطبيعي. فلو لقيتي انه الحفاضه بتتبل من 5 ل6 مرات فانتي اعرفي انه طفلك بياخد كفايته من اللبن وان هو كده ده في المعدل الطبيعي. ده من المؤشرات. طبعا في حاجات تانية برضو لازم ترجعي للطبيب المختص ولازم تبقي حريصه ان انتي ترضعي طبيعي.